dışımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben, en yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem. نزلني إلا نزلني على ما عجبتك؟ مو معقول لعبك قدي حلو. كنت بتجنن وأهدافك بتطير العقل. هاد بفضلك. ليكي مو من عندك هاي؟ مو نسيانة؟ مستحيل أنساها. طلع عن جد بتجيب الحظ. المهم بيضت وشنا اليوم. ايه والله. مو لازم نحتفل؟ ليك هديك المرة هربت وهالمرة مستحيل اسمح لك. يمكن تزعلي بس اجت ماما حضرت. نحنا متفقين بعد المباراة نرجع على البيت. يعني كمان عيلتك. ايه مو انا ابن الماما؟ طالما هيك مثل ما بدك، معناها بتسلى مع إيمرا. عم تعملي هيك لتجاكريني؟ إيمرا، شو رأيك؟ بتحب استناك؟ أي والله، منطلع سوا. طيب، معناها بالأول بروح الحمام وبرجع بستناك. طيب، بس لجهز حالي. روح انبسط أنت وعيلتك يا بطل. ماما؟ مبروك يا روحي، ما بتتخيل قديش فخورة فيك يا بطلي الحلو أنت. أنا ما قلت لك أني رح أفوز مشانك يا ماما؟ بعرف أنه عملت هيك مشاني يا بطل، بس كتير خفت عليك لما وقعت لساتها عم تجعك ركبتك حبيبي. شو قلي؟ ما فيني شي، لا تخافي أنا بخير. على طول بالمباريات بيصير هيك شغلات. مو لازم تحط عليها تلج والله من كتر ما انشغل بالي عليك. كنت بدي انزل على الملعب شوف شو صار لك. أنا منيح، لا تخافي ماما. حبيب روحي انت. اجا جدي؟ ايه حضر المباراة. هو برا؟ ايه عم يستنى. معناتها انا هلا بروح وانت فوت غير ثيابك، نحن رح نكون برا ماشي؟ طيب. كانت مباراة حلوة ما هي؟ والله ما توقعت لعيب هالقد. ايه فظيع. جدي أنا رح فوت شوف كرم، إذا بتحب تعا معي لهني. لا ليكني عم استناك من هون. طيب يلا روحي. غازي عين توب، غازي عين توب، غازي عين توب.
ايه سيد سعيد علي، ليش ما حدا خبرني انه اليوم في مباراة؟ مو كل يوم قاعدين بالسوق وشي بوشك؟ والله لو كنت مهتم بولادك كنت عرفت لحالك. انا رح اشوف كرم. طيب سيد سعيد علي، طالما التقينا بالصدفة لكان خليني أوضح لك كم شغلة. قولي. أنا وقلباي مبسوطين كتير مع بعض وما حدا بيحق له يخرب بيناتنا. احكي بصراحة أكتر. عم احكي عن ملك. ما بكفي أنا نزعت علاقة قلباي وولاده وصارت تيجي لعنا لأسباب تافهة، وهذا ما أنه مقبول أبدا. كل ما بتجي بتعملنا مشكلة بالبيت. كمان اشتكت على زوجي بس مشان تحبسه، يعني بصير تعمل حفلة طهور لسعيد علي الصغير وما تخبر أبوه ليحضر، وفوق كل هذا بتحرض الأولاد على أبوهن. خلص بكفينا مشاكل، إلا لبقى تفرجينا خلقته. قلباي عنده هم واحد بس، وهو إنه يكون مع أولاده وما عم يفكر بشي تاني، ولهيك بترجاك احكي مع بنتك وخليها بعيدة عن حياتنا لو سمحت. لك هلأ أنت مصدق الكلام اللي حكيتيه يا خانم؟ ها؟ ليكي كل العالم بتعرف منيح شو عمل الواطي قلباي، لهيك إذا إجت ملك لعندكن وبهدلته وصرخت بخلقتكن بيكون قليل. سيد سعيد علي ما فهمت الموضوع، ما هيك؟ ملك لهلأ ما تقبلت قصة زواجه لقلباي، ما بدها تشوفه مبسوطه، مشان هيك صارت تحرد الأولاد ضد أبوهن لحتى تحاسبه. الله بيحاسب الجميع، الله كبير. وبنتي ملك ما لها علاقة فيه وما بتعملها، بس من اليوم ورايح ما بتذكري اسم ملك على لسانك، عم تفهمي؟ يلا الله معي. بدي اقول لك هدول الكلمتين واعتبرهم تحذير. بتخلي ملك تبعد عنها وتهتم بحياتها، مفهوم؟ لك انت شو عم تقولي؟ اه فيني افهم شو عم تحكي؟ ابي ليش جاية لهون انتي؟ جاية لهون لأحمي عيلتي منك، فهمتي؟ ليكي إذا جاية تخربي أحلى يوم بحياة ابني فبنصحك. ملك لا تخافي، نحن جايين لنبارك لابنك. ماما واقفة برا؟ معقولة تعملوا فيني هيك؟ يعني لو خبرتني كنت اجيت وشجعتها. بتوقع عرفت ليش ما خبرتك؟ لازم تعمل مشكلة يعني؟ انت منيحة؟ منيحة يا روح، خير. وين جدي؟ مو على اساس نروح على البيت ونحتفل؟ فوندا زعجتكم؟ اذا جدك راح منروح ومنحتفل مع بعض. مع بعض؟ شو هذا قلباي؟ نحن ما رح نروح. ليش يعني؟ معلش بوقت تاني إن شاء الله. خلينا نمشي ماما، يلا دفنا. والله كنا انبسطنا سوا. لك شبك أنت، كيف يعني مع بعض؟ ما بتزبط. أنت تخانقتي مع ملك؟ إجا أبوه لعندي وقال لي حكي طالع نازل مشان بنته، وبعد شوي ما شفت إلا ملك جاي، شافوني لحالي قالوا منبهدلة. وشو قالوا لك؟ يعني كلامهم بسم البدن وحكي فاضي. قال شو ليش نحن اجينا لهون؟ نحن ما بيحق لنا نجي؟ بس ليك انا ما بدي اياك تعصب، ها؟ رديت عليهم وما سكت، قلت لهم بالحرف هدول اولاده لقلباي وحقه يحضر المباراه. والله ما بقى فيني اتحمل اسلوبهم، كل يوم والتاني بيساووا لنا مشكله. اوف نعم دكتور فياض. سيد سعيد علي فيك تجي على المشفى فورا. يلا جاي دغري، مسافة الطريق. ليكي ماما جدي ما راح. هلأ راح.
انت ما لك علاقة بالموضوع، معصب مني. لا بجوز في سبب تاني، عمتي نفيسة مجهزة الأكل وبيكون أكيد راح على البيت. طيب انتو كمان روحوا لهنيك، مو حلوة تتأخروا وأنا بدي روح على البيت. يلا. ليش يعني؟ ماما ليش؟ تقبروني، بعرف انكم عم تحاولوا تصلحوا العلاقة بيني وبين جدكم، بس لبقى تتدخلوا بهذا الموضوع، لأنه لو شو ما عملتوا جدكم ما رح يرضى ويسامحني، ما بتوصلوا لنتيجة. بكل مرة بقول رح يمشي الحال بترجع الأمور بتتأزم، بكفي شوفت فوندا اليوم. إذا رحت هلأ رح ينزعج مني أكتر. يلا. لا أنا ما بدي روح. خلص وأنا كمان ماني رايحة. منبقى معكم نحتفل سوا. أهلين مدحت. كيفك ملك؟ اتصلت فيكي أكتر من مرة وما رديتي. لا تواخذني والله ما سمعت. ولا يهمك يا قلبي، ما في مشكلة. كنت بدي إليك جاي المساء أنا وسيران نزورك. تمام. إيه أهلا وسهلا. أنا هلأ رايحة على البيت دغري وناطرتكم. يلا بشوفكم. إيه ماشي بشوفك. قال بيت خالك مدحت جايين لعندي المساء، رح أمشي مشان ما أتأخر. خلص دفنا، بتكون عمتك حضرت كتير شغلات، رح تزعل إذا ما رحتوا على البيت. يلا يلا بقى امشوا. يلا وبعد الأكل بجي فورا لعندك. طيب ماشي يا بطل أنت. يلا كرم انتبهوا على حالكم. يلا باي. يسلموا ايديكي ابو خليل. خير؟ بشو عم تفكر؟ ليش ساكت وما عم تحكي شي؟ عم فكر بابو محمود، هالزلمة وضعه مو عاجبني بنوب. انت مو قلت لي انك كنت قاعد معه مبارح؟ ما خبرك بشي؟ لا انا بحكي وهو ساكت. سألته 50 مرة ليش مهموم، قام عصب علي وراح. من كم يوم عملت زيارة للحجة نفيسة، أخذت قطع الذهب للولد وباركت لها كمان، كانت مزعوجة كتير، ما عجبني وضعه. ليكي يمكن لأنه علاقتهم بمدحت مو منيحة، وضع الكل مكركب بالبيت. مو هيك، مدحت ما دخله، كان خبرك. يعني شيء له علاقة بملك، لهيك ما صارحك. لك ملك شو دخلها هلأ؟ البنت ملتية بين الورشة والبيت. لا هاد هو الظاهر، ملك حطت ولادها عند الحجة نفيسة بالبيت لحتى تفوت وتطلع هالبيت وتبقى مثل الهم على قلبهم، مبينة ما عم تتركهم بحالهم. مو كنتوا فرحانين بفوز كرم بالمباراة؟ ليش عابسين هلأ؟ شفنا أبي ومرته هنيك، ما بيكفي؟ عتبان عليك، عزمت الكل على المباراة بس ما قلت لخالك، مو هيك؟ لا تواخذني خالي، بس بصراحة ما حبيت أحرجك لأنك حالف يمين. أي يمين محمود؟ ما قلت لي عنه. أنا خبرت كرم من قبل إني فقدت أمي باليوم يلي رحت ألعب فيه مباراة، هو مو نسيان هالسيرة. الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة. شو ما في شيء تاني ينحكى فيه غير الموت؟ أنا حكيت لأنه قدرية سألت. طيب صحتين وهنا. عصا من شيء تاني أكيد مو منك. الحق معه، يعني سيرة الموت مو حلوة وبتسد النفس، وأنا بتضايق من هالمواضيع. أي خالي لا تواخذني، أنا فتحت الموضوع. لا ولا يهمك، لا تحكي هيك، أصلاً جدك بس بده حجة ليعصب ويبهدلي، انسى. يقبرني شو كان مبسوط اليوم، لو تعرف شو قال لي، قال أنا رح ألعب وأربح كرمال عيون ماما. يا الله هالحكيات قديش حلوين. كرم رح يصير أهم لاعب كرة قدم، وبكرة بتقولي مدحت قال. مو بعيدة، إذا ضل عم يلعب هيك كان لعبه بياخد العقل يا سيران، حتى رفقاته حملوه بعد المباراة. مدحت المرة الجاية منروح منحضر معهم. طبعاً طبعاً أكيد رح نحضر، هلأ هي راحت علينا بس المباراة جاية رح نكون أول الناس. بس من هلأ بدي خبرك، كرم رح ينطلب من كل نوادي اسطنبول عن قريب. إن شاء الله يا مدحت، أصلاً هذا حلمه لكرم، إن شاء الله. طيب طالما هيك
شو رأيك نروح كلنا على اسطنبول ومنعيش هنيك؟ ومنترك كل المشاكل ورا ظهرنا، وكمان بجوز نلاقي دكاترة أحسن من هون. بس أنا رجعت لهون لكون تحت جناح أبي، وحابة أكمل الباقي من حياتي هون. إيه مزبوط كلامك، بس أبي إيه ما عم يطلع بوشي، ولو كان هو بيضل أبونا مدحت، وشوفته بخير بتكفينا. خلص أنت لا تحط ببالك هالفكرة. إيه لا، بس خطرت ببالي وقلت بشاورك. مدحت، لو بتتراجع عن الدعوة وبتسكر هالموضوع، صالح أنت وأبي وكف هالشر بقى. ما بتعرف القدر شو مخبيلنا بكرة؟ خلي القلوب تصفى. إذا بيصير شي لأبي رح يعذبك ضميرك كتير. ها الحق مع ملك بكل كلمة، يعني يا ريت بتروح وبتتخلى عن هالدعوة، بلكي أبوك يهدأ شوي. إيه أخي، بعرف إنه لساتك معصب من الشي اللي عمله، بس كرمال خاطري إقبال. الله يوفقك أخي. إذا طلبتي روحي بترخص لك، أنا بموت كرمالك. تقبرني يا قلبي أنت، الله يخلي لي إياك يا حبيبي أنت. بكفي تكوني بخير ومبسوطة، بكرة بروح وبحاكي أبي. الله رزقني هموم كتير ورزقني مع الدواء، الله رزقني هموم كتير ورزقني مع الدواء، بس ما بيعطيني الدواء لهمي اللي ما بيخلص. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. خلينا نقعد. لك خليل، في غنية ببالي، بتعرف شو هي؟ اتذكر كنا نغنيها سوا. الغنية بتقول أنا حبيت بنت بعين تاب ولهلا جرحها موجود بقلبي، وشكل عيونها ليل ونهار بعقلي ومع ما يروح من راسي. القدر بده يتحقق لو شو ما عملنا، ما هيك؟ في شغلات بتصير مو بإيدنا، كتير أمور بكون علمها عند الله. اللي لشوف شو اللي شاغل بالك هلأ وبشو عم تفكر بالضبط؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك عن اللي حكاه أبو محمود بالورشة، ولا خبرك عن ضغط أبي علي، ولا عن وضع ملك، ولا عن السيارة اللي ما انباعت، ولا قلة الشغل، ولا القروض اللي سحبناهن. لك عشو بدي خبرك؟ المكتوب ما منه مهروب، تعرف هالمثل؟ انت عملت اللي عليك وبيكفي، هلأ ما في بإيدنا غير انه نصبر وإن شاء الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. دوغان مو هون؟ لا والله عمي، مو بالمحل. بالله؟ طيب، لكان أول ما يرجع قال له يمر اللي عندي على السوق. أي تكرم. بالإذن، يعطيك العافية. مع السلامة. صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح النور. طمنيني كيف الوضع؟ إن شاء الله منيح. يعني منيح، بتعود عليه. صحي اليوم اجا السيد كينان؟ ايه. وكان جايب معه صينية، قال بده ينقش رسمي. يا ريت ما اخدتيها منه، ما بيستاهل. خليل لا تقول هيك، هذا رزق، اعتبره مثل اي زبون تاني، منعملها ومنسلمها وخلصنا. هلا انتو ادرى مني، بس رضا معه حق. خليل؟ نحنا ليش علينا كل هالديون؟ مو فتحنا قسم تاني ووسعنا الشغل بالورشة؟ وهذا احتاج لتعديلات وكتير مصاريف، مشان هيك عرضت سيارتي للبيع لحتى سدد هالديون. يلا
ليش لا تبيع السيارة خليل؟ بعرف إنه ما كتير في دين على الورشة. مشان مصاريف علاجي ما هيك؟ لا تبيع السيارة وانسى الموضوع. كيف يعني ما بيعها؟ بدي بيع كل شي عندي إذا اضطر الأمر. وأنتي أوعك تفكري بشي. انسى موضوع بيع السيارة لو سمحت. لا بظن إنه نحن ما رح نتفق بهذا الموضوع. أبي طلعت من الصبح بكير على السوق واشتريت كل نواقص المحل. بقي علينا شوية فحم رح وصي على دفعة جديدة لتوصل بكرة. طيب محمود منيح. السلام عليكم يا أبو محمود. وعليكم السلام يا دوغان. خير ليش بعت وراي؟ تفضل عود لنحكي. صراحة بدي أطلب منك طلب إذا ما فيها سألي. تفضل. بنتي مستأجرة عندك ما هيك؟ إيه. بدي طالع عن البيت. أنا مأجرة لأن بنتك وبتعز علي. ليش عم تطلب مني هالطلب؟ شو ما أسرع عليك؟ تركها قاعدة عندي. يا دوغان أنا قلت لك اهتم فيها، أما هلا طالعة. ما بعرف شو بدي أقول لك، بس حرام عليك يا زلمي، تركها قاعدة ومرتاحة، لك بتضل من لحمك ودمك. هلا بدك تعلمني الحلال والحرام؟ أعمل يلي عم أقول لك عليه وبس، لا تقلل لي قلبي. إيه، بحاكيها. ما بدي اشرب، يعطيك العافية. ماما علمت فستق شلون يصير يحكي مثلنا. والله عن جد؟ طيب قل لي شو علمت فستق؟ صار يحكي علي جيك علي جيك 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 هيك يعني. علي جيك عم يقول؟ ليكون عم يقول جيكو بس. لا كرم معقول؟ تعرف قديش أخوك الصغير شطور، أكيد بيكون علم فستق كيف يحكي ويقول اسمه. ايه 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 ماما مزبوط. ايه يمكن لأنك ما سمعته وهو عم يحكي هيك، ما عم تصدق شو عم قول. والله معك حق لكان. شو رأيك قول لفستق يحكي شو علمته؟ طبعاً بس أنا أكون موجود لحتى أسمعه. وبالمناسبة ماما بنتك دفنة تعلمت تعزف على الجيتار وصارت عازفة مهمة، حابة تسمعك معزوفة. يا ريت لبقى تتمسخر على فني. كلامه مزبوط، صرت بعرف أعزف أكتر من مقطوعة. عمتي وجدي رح يحضروا أول حفلة وإذا بتجي أنتي بكون كتير مبسوطة. ليش ما بتجي لعندي بعد الحفلة وبتعزفي لي على الجيتار؟ شو بصير إذا أجيتي على البيت؟ نحن مو حكينا بهذا الموضوع؟ والله ما بدي روح بس مشان ما يزعل جدكم. شفتوا شو صار مبارح وكيف انزعج؟ لا ما رح ينزعج، وأصلاً أنا قلت قدامه إنه ماما جاي. أنتي مو قلتي لنا لما رجعنا لهون إنه رح نصير عيلة كبيرة مع عمتي وجدي وإخوالي؟ شبك هلا؟ ليش عم تبعدي عن الكل؟ ايه ماما يعني كل ما حاولنا نقربكن عم تبعدوا أكتر. عمي خليل حبيب قلبي. أهلا وسهلا يا أولاد. أهلا فيك عمي. كيف هو البطل اليوم؟ أنا كتير منيح وأنت كيفك؟ أنا بخير ومشتاق لك. صحيح عمي خليل، متفقنا أنا وأنت إنه نعمل مفاجأة لماما؟ بلا. طيب شو رأيك؟ نروح هلأ ونصنع القارب. أنا كتير حابب أعمل له مفاجأة. إيه تكرم عينا، لكن ساعدني مشان نخلصها بسرعة. إيه؟ طيب شو رح نعمل هلا؟ والله ما بعرف. خلينا نبلش فيه من قدام لأنه هذا الخشب مقطع على هالأساس. دخيلك يا رب، بترجاك تعطيني القوة وخليني افرح بولادي. شفيني يا رب، اعطيني شوية وقت بس لحتى ابقى جنب ولادي. لك شو صاير لك؟ انت جنيت؟
خير أبو خليل؟ شو فيه؟ لك كيف بتطالع بنتك من بيتها؟ طار علي لما سمعت انحرق قلبي عليها. لك أنت أبوها كيف طوعك ضميرك تعمل هيك بنتها؟ شلون قلت لدوكاني قال لي عمل بيت والولاد شو رح يصير فيهم؟ لك أنت شو دخلك بيني وبين بنتي؟ بعدين الأولاد عندي. هالحكي مزبوط؟ بدك إياه يطالع ملك من البيت؟ إيه رح يطالعها. اسمعني، لا بقى تتدخل بشغلي. الله لا يعطيك العافية، لأنه ما حدا بيعمل عملتك. لك إذا أنا نسيت اللي صار وما بقى عم بتعرض له، ليش لساتك حاقد على البنت وأنت أبوها؟ بكفيها. والله أنا بعمل اللي بدي إياه، فهمت؟ اللي بتمه كلمة يبلعها. والله الزلمة جن، مو هذا صاحبي، هذا واحد تاني. ما عم بفهم عليه يا عمي أبو خليل، كان عم ينائر فيني، هلا رجع لملك. الله يهدي سره، صبرني يا رب. اللي عمله السيد سعيد علي عيب، لازم تتحرك لتحافظ على أولادك. لك الأولاد عنده هلأ، وأنا صار بدي إذن رسمي لحتى أقدر شوف أولادي. على قليلة كنت أقدر شوفهم وهني عند أمهم. بده يقلع بنته من البيت يلي مستاجرته. ليش ما بتشتري بيت لأولادك؟ بتصير تشوفهم أنت ما بدك، على الأقل بتبقى أمهم فوق راسهم. يعطيك العافية. الله يعافيك معلم. أوه المعلم مدحت، خير؟ جاي أشوف أبي. قلت أبي؟ آه طالما لسه معترف فيه، لكن دعوتك ما أنا ماشية. مدحت تعال نشرب شاي. جاي احكي مع ابي مثل العالم وقول له اني تراجعت عن الدعوه، بس اخي مصر يرمي البلا. هلا اتركنا من موضوعك. شوف مدحت، الكل مو لقيان كلمه، وبس تحاكيهم بينفجروا فيك. عمي سعيد علي جن على الاخر، شكله متخانق مع اخي كمان. لو هيك بسيطه، اجا صاحب البيت اللي مستاجرته اختك، بس لو تعرف شو قال له العم سعيد علي. قال له طالع ملك من البيت. كيف؟ لك ايه مثل ما عم اقول لك، حتى العم ابو خليل حكى معه ليفهم القصه، بس ابوك عصب عليه وصرخ بوشه وحمل حاله وراح. لك زينال انت شو عم تقول؟ ما بظن يعملها. سمعته باذني، بقطع ايدي اذا مو ابوك مستقصده. لك شلون هانت عليه؟ يعني بتضل من لحمه ودمه ما هي؟ من بعد هالموقف ما بقى استغرب شيء. لك مو حمزه صاحب المحل بعث لي تبليغ بده ياني اخليه، وكل الناس سالتني واجت تساعدني، بس العم سعيد علي ما سال عني ابدا. لك حتى ما طلع بوشي، تركني وراح. ايه بس شايف يا مدحت، هذا كنان اللي كلهم بيحكوا عليه وبيقولوا عنه واطي وسرسري كمان، قال لي في عنده محل فاضي، تعا خود المفتاح وقعد فيه. واذا بدك خود مصاري وبطلع لك قرض وبتسده على مهلك، هات لشوف، قال لي مين المنيح ومين السيء. كانه الناس تغيرت. ها مدحت، وينك يا أوسكا؟ بدي تجيبي لي شي برد على قلبي، لك رح يغط على قلبي من هالموسيقى. لك شو صاير لي؟ يلا اركضي لو ما بدك تتوبي، عم تضغطي على بطنك كثير، فهميني من وين طلعتي لي بهالرياضه وقله العقل؟ دخيلك يا الله. شو
شو في ريحان؟ محمود تعال بسرعة على البيت، قدرية منيحة وبدنا واجعة. شو بيدك وتعال لعند الدكتورة؟ يلا يلا تعال محمود تعال بسرعة. لك شو في؟ جاية فورا. يا الله دخيلك، خدوه هي حقي. ايه معلم. انا رايح، المحل بأمانتكم. خير معلم. ان شاء الله خير. معلم تليفونك عم يرن. هات. شكرا. العفو. ايه ام عمر. عمي بعتذر اذا عطلتك عن شغلك. لا عادي ولا يهمك. شو في خليل؟ بصراحة بظن صاير معه مشكلة، يمكن بحاجة مصاري. كيف عرفتي؟ لأنه عارض سيارته للبيع. سمعته عم يحكي هو ورضا بالقصة، ويمكن محروج يطلب منك، فقلت لخبرك أنا. ايه منيح قلتي لي. انت بالورشة؟ ايه عمي، ورح اطلع بعد شوي. طيب يعطيك العافية، يلا لك عن الله معك. لك ما كنت تعرف بطل هالعادة. مرحبا. أهلين. أنا جيت لعندك امبارح وقلت لك بدي أحكي معك. خير، شو بدك تحكي معي سيد كنان؟ ما بيصير ونحن واقفين، الموضوع مهم. شو رأيك نقعد بشي محل؟ مرحبا حمزة، أنا خليل. أوه أهلين خليل. مغير رقم تليفونك، تعذبت لو وصلت لك. غيرت الرقم من فترة، تفضل عم بسمعك. سمعت قال بدك تطلع زينال من المحل، خير شو صاير؟ الحقيقة عم يجيب لي وجع راس، يعني معلومك بيتأخر بدفع الأجار. وبصراحة صحح لي زبون محرز بده يشتري المحل. ومين هالزبون؟ أنا ما بعرفه لسه لهلا ما شفته، المحامي حكاني. ليك نحن بالسوق منعرف بعض، ليش لا تحط واحد غريب بيننا؟ يعني ما فيك تبيع المحل مين ما كان؟ لك ما راح أعطيه لقطع طرق. خلص أنا برجع بخبرك وبلك مين بيكون. مو هيك بدك؟ طيب على الأكيد بعت لي خبر. ماشي. سلام. الله معك. كيفك يا بطل اليوم؟ أهلين بالمشجعة. شو مو على أساس طلعتي مع إمرأة آخر مرة قلت هالبنت بتكون نسيتني، مو رفقت إمرأة أحسن؟ لا ما رحت معه وقتها، رحت على البيت. إذا مو مشغول منطلع منشرب قهوة. هلأ خلصت تدريب وفاضي ساعة أو ساعتين، فيك تجي؟ إيه فوراً بقوم بجهز حالي وبطلع من البيت. إيه طيب. شوفها. أنا بدي روح مشوار، خاطرك؟ لوين رايحة؟ إيمي هالكركبة بالأول بعدين اطلعي من البيت. خالتي رفيقي عم ينطرني، لازم جهز حالي فوراً وأطلع. لك أصلي؟ والله أنا ماني خدامة عندك. قلتلك أنا مستعجلة. ها جد رح تجنني هاي البنت، ناقصني ضب وراها كمان. مرحبا. آه هذا أنت؟ أهلين آلباي. ليش البيت هيك مثل بيت العزابية؟ لك شو بعرفني؟ فوفو روحي جيبي لي بطاقة كرم تبع البنك وكل المعلومات اللازمة عن حسابه لحولهم على حسابي. أنت شو بدك تعمل بالحساب والبطاقة؟ ما فهمت عليك. بدي حط مصاري على مصاري كرم واستثمر شي باسمنا. استثمار شو؟ أنا ماني مثلك ومثل كنان بلف وبدور دغري بقول. يلا بقى. لا تقلقي وثقي فيني رح تكوني مبسوطة. بدك ما تواخذني بس ما فيني أوثق بحدا. رضا ناديلي خليل بسرعة. طلع. إمتى بيرجع؟ ما بعرف يا عمي أبو خليل. تفضل اقعد وخبرني شوفي. يلا اقعد. تفضل.
ايه وينها بلدان؟ مو هون، نزلت على السوق شوي، بتخلص وبتجي. ايه ابي انا بالورشه، وينك انت؟ عندي شغل بالمزرعه. خير شوفي، يعني اشغالك واعمالك ما بتخلص ما شاء الله. يلا ماشي سكر. رضا جاوب بسرعه، قل لي شو هاللعبه اللي عم تلعبوها لحتى صرتوا تبيعوا الاملاك والسيارات؟ بدي افهم. عمي ابو خليل، اذا بدك تعصب وتصرخ بحطك على راسي، حتى اذا بدك تضربني والله ما بفتح تمي. بس انت اكيد بتعرف انه مو من عادتي التخبيص والالعاب مثل ما قلت، صح؟ بحياتي ما لعبت بحدا، حتى ولا مره ضحكت على حدا وكذبت. بس اذا كنت شايف خليل عم يخبص ويغلط، تاكد انه ابنك متربي منيح وبيعرف الصح من الغلط. طول بالك عليه، يعني بدل ما تجي لهون وتصرخ بوشي، صبر وعد للعشرة نصيحة مشان ترتاح وتريح خليل. تزوجت مرة واحدة وكنا نحب بعض كتير، ولما ولدت ما وسعتنا الدنيا، بس فرحتنا ما كملت وتوفت. العمر الطويل إلك. تسلمي ست فيلدان. تعرفي قدي صار مشاكل، بس صدقيني اللي صار مو بخاطري. كل واحد همه على قده، مو هيك؟ ولو شو ما عملنا لنغير حياتنا، ما رح نقدر نغير المكتوب أبدا. وبالنهاية الظروف أقوى منا، ما فينا نعاند القدر. بيضلوا زوجك ومرتي بالذاكرة وبالقلب. وعمر بكرة رح يتزوج، وانت رح تبقي لحالك هيك. سيد فيلدان، رح كون صريح معك. اللي شفته انك ست مقدرة وانا معجب فيك وحابب اتعرف عليك عن قرب وتتعرفي علي. الكل معتبريني شخص مو منيح بنوب، بالرغم من اني عم ساعد كل حدا محتاج. لو سمحتي اعطيني فرصة لقدر غير هاي النظرة اللي اخدتيها عني وتعرفيني منيح. سيد كنان، يعني بدك ما تواخذني بس لحظة، خليني اقول لك هاي الشغلة. حاولت ملك كتير انها تاخذ اولادها من الباي وقدمت دعاوي. انا اقنعت الباي لانه قلب الام ما بيتحمل بعد الاولاد. المسكينة من جهة عم تحارب كرمال ولادها، ومن جهة تانية عم تحارب السرطان. ملك؟ ملك مع سرطان؟ ايه. الباي ما بيعرف وما خبرته لأنه راح يستغل مرضه بالمحكمة، بس خليلي بيعرف هذا الشيء، ولهيك بساعد ملك على طول. الأب بيشرد ولاده؟ معقول تعمل هالشي؟ لك شو بدك من ملك بقى؟ أنت بتعرف إنها كذا مرة ترجتني لأتخلى عن الدعوة اللي رفعتها ضدك، وبتقلي لا تزعل أبوك وطيب خاطره؟ أنت شو عملت؟ ناوي تطالعها من بيتها؟ اسمع، لا تتدخل بأمور أنت ما بتعرف فيها. لا مو على كيفك، لأنه كل شي بخص أختي بخصني إلي كمان، وما بسمح لك تزعلها مرة تانية. لك أنا مستعد واجه العالم كله كرمال دمعة واحدة بتنزل من أختي ملاك، حتى أنت. باخد أختي والولاد وبروح من غازي عنتاب، وما بقى بتشوف وشنا أبداً. أنت فيك تروح وين ما بدك، بس ملاك رح تبقى عندي. لا تفش خلقك فيه أكثر؟ لك قد ما كان بتضل ملك بنتك ومن لحمك ودمك، معقول لهالدرجة؟ من اليوم ورايح ما رح خليك تنزل للدمعة، اللي بزعلها بيكون حسابه معي أنا. اسمع هالكلمتين،
أول شي احترم أبوك بعدين تعال احكي. ما في شي بخوف، لأجن مناح كتير. ألف الحمد لله. نشكر الله. أوه، خفنا إنه يكون صاير لهم شي يا دكتورة لا سمح الله. طمنوا الأمور بخير. لكن ليش توجعت لهالدرجة؟ بعتقد إنه ضغط على حالك والعضلات تشنجت. بس يا ست قدرية، بدي من اليوم ورايح تنتبهي على حالك أكتر. ضلي عملي تمارين، بس ما بدي تضغطي على بطنك وتتعبي كتير بالتمارين مشان الأجنة. اتفقنا؟ اتفقنا أكيد. يعني اليوغا ما بتسوالي؟ أكيد، لأنك عم تعمليها كل يوم وعم تطولي كتير بالتمارين. أي يمكن. ما عندكم فضول تعرفوا جنس ولادكم؟ يعني معقول يا دكتورة ما يكون عندنا فضول نعرف؟ ناطف قلبنا لنعرف. رح موت وأعرف شو معي، خبرينا دكتورة. يا ريت يكونوا صبيان اثنين لحتى تكمل فرختي يا دكتورة. سكوت. لك عم بمزح معك، صدقتي دغري هالحكي؟ يلا دكتورة خبريني بقى. في بنت؟ ايه؟ وجنبها صبي؟ الحمد لله. بعد محمود عم بتقول صبي وبنت. ألف الحمد لله يلي فرحنا بعد كده. الحمد لله. الو، مرحبا مدحت، وين انت؟ بالتاكسي. اذا مشغول بحكي بعدين. قول، عم بسمعك. حليت قصة عربايتك؟ ها؟ صلحتها ولا لا؟ انسى موضوع العرباية هلا، وينك انت؟ بدي شوفك ضروري ونقعد نحكي. ايه بشوفك، ببعث لك اللوكيشن وبنلتقى. طيب. ايه ماشي دفنا. طيب يلا رح اطلع دغري. ملاك وينها؟ ليكا فوق. ليش جاي لهون؟ ماني جاي أعمل مشكلة، خلينا نحكي برواق. طيب قول اللي عندك، لأنه بدي أطلع، في عندي شغل. عمول حالي من وقت اجيت لهون وانا عم اشتغل وصمت شويه مصاري. وبدي اشتري للولاد بيت، وانتي تخلصي من هم الاجار ومشاكله. ما في داعي تفكر بمشاكلي، انا بحلها. بس اذا حابب تعمل شيء للولاد فاحكي معهم واتفقوا مع بعضكم. ماشي ملك؟ لايمت رح يبقوا الولاد ببيت ابوك هيك؟ الولاد بمحل وانتي بمحل. بيت ابي هو بيت ولادي كمان، انت لا تاكل هم. وغير هيك انت مالك علاقه فيني، بسكن وين ما بدي. وقت لي بلا بيت رح تقولي يا ريت وافقت. لك مشان الله طلع من هالورشة، أنا ما بدي أي شيء له علاقة فيك. وثقت كتير باللي وراكي، بكرة بتندمي. قدرية طمنيني، إن شاء الله أمور الحمل منيحة. إيه عمتي منيحة ومنشكر الله، والولاد وضعهم كتير منيح كمان. ما شاء الله العين تحرزك. قومي بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك حبيبتي. بدنا البشارة منك. ها والله يا عمتي لازم تسجلي تاريخ اليوم ونصيب نحتفل فيه، وإنتي بتغني غنية حلوة مشاني. ها بشارة شو هي؟ جهزي لي حالك، عرفنا جنس الأولاد عمتي. رح قلكم، مستعدين للخبر؟ واحدة بنت والتاني ولد. ألف الحمد لله، والله فرحتيني كتير. الله عطاكم على نيتكم الطيبة، إن شاء الله يجوا بخير وسلامة ويكونوا صحتكم منيحة كتير. ألف الحمد لله على نعمته. تغبريني. تعا تعا عمتي، تعا. هذا بفضل دعواتك يا ألف. مبروك. مبروك. شكرا. تعي يا ولدي. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك يا ستي. الله مبروك. يبارك فيك. شكرا، الله يرضى عليك. محمود يا روحي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. ألف حمد وشكر لك يا ربي. ايه هات لشوف، إن شاء الله بنقدر نفيدك بشي. حكيت مع زينال، بدهم يطلعوه، بتعرف حالة الولد، وانت قايل له في عندك محل وراح تطالع له قرض. قالت، وأنا لساتني عند كلامي، أنت لساتك ما بتعرفني، فيك تجربني. الرجال بينربط من كلمته، أنت كمان جربني. مزبوط كلامك.
فيك تعطيني قرض لإلي؟ الظاهر شغل التاكسي مو ظابط معك. التاكسي ما لم كفي، أنا بحاجة لأكثر. إذا بدك قول ليش بحاجة لأكثر أو لا تقول. قدي لازمك؟ هذا المبلغ دين، وبكتب لك السند اللي بدك إياه. إيه سهلة مو مشكلة، بس اللي قديش؟ يلا جيت جاي. عم دوغان تفضل. مساء الخير. بعرف انه عقدك لسه ما خلص، بس انا مضطر على البيت. فيك تبقي لتخلص المدة، بس ليش؟ يعني في حدا اشتكى لك عني او وجودي هون زعج الجيران بس مشان اعرف؟ لا انت على سلامتك، يعني ما بدي كذب عليك، والله مو بايدي. كيف يعني مو بايدك؟ عم دوغان لو سمحت خبرني شو الموضوع؟ عندك كتير بيوت غير هاد وأنا مو زعجة حدا، ليش بدك تطالعني منه؟ مجبور يا بنتي. الباي بده يعني اترك البيت ما هيك؟ لا، أبوكي طلب مني طالعك من البيت. حكيت معه وقلت له حرام، ما قبل. صحيح فوت فيهم هدفين، بس لعب الفريق الثاني كان سيء، يعني لو انا محل كرم كنت سجلت شي 5 اهداف. شايفة؟ على شو عم تضحكوا والله؟ هاتوا لشوف ضحكونا معكم. كثير حلو. عن جد عم تشوفوا الفيديو تبع القطة؟ شو هالولدة نهاية؟ رايح الحمام. رح فرجيكي فيديو بيضحك كتير بعدين. شوفي لي هالفيديو تاعي. شوفي طلعي. لك هي مو أصلي؟ أخيرا شفنا حبيبة السري. وهون وقع. مرحبا أصلي. أهلين خالتي، تعالي. مرحبا. أهلين. كيفكم يا شباب؟ مرحبا. مرحبا. أنا إمرا فوندا، خالتها لأصلي. تشرفت. كيفك؟ إن شاء الله بخير. أنا بخير الحمد لله، شكرا كتير. أنت كيفك؟ الحمد لله كله بخير. تفضلي قعدي معنا. لا شكرا، انا بدي روح مستعجله. صحي يسلموا ايديك على البوظه اللي بعتها هداك اليوم، كتير كانت طيبه، عزبناك معنا. اي بوظه يا خاله؟ هلا انت ما كنتي رايحه على السوق؟ ايه اصلي رايحه على السوق. امبلا معناها روحي انت والمسا بشوفك بالبيت. ماشي. طيب بس ما تتاخري ها، بتعرفي انه صهرك بيزعل. طيب ماشي، يلا بالإذن يا شباب، خاطركم. الله معي. أي بوظة أصلي؟ هاي كرم إجا. Thank you.
أبي خير في شيء؟ أنت اللي بدك تقلي شو فيه؟ لساتك عم تشتغل اللي براسك من ورا ظهري؟ ما فهمت عليك. أنا اللي ما فهمت. لك ليش عم تحط هالحمل على كتافك؟ تجي على المزرعة لتهرب من مشاكل بدل ما تروح تفضفض لأبوك. يا أبي شوفي. لك شو عامل لحتى محمل حالك ديون وواصل لدرجة إنك تبيع سيارتك؟ قلي لشوف. أهلا وسهلا بكل الضيوف للعزة. اليوم رح أقدم لكم نجمة أوروبا وأمريكا وآسيا والعالم الشلفة. النجمة يلي رح يحكي عنها التاريخ ويلي صارت فخر عائلة كندا وحبيبة الجماهير. حيوا وسفقوا لدفنا صاحبة الصوت الحلو. أهلاً بنجمتنا. أهلا وسهلا جماهير غازي. أنت بناطرينك بجيتك لهون، فرحتي قلوبنا. بتحبي ترحبي بجمهورك؟ أول شي أنا متحمسة كتير. طبعاً حابة أشكر عائلتي اللي ساندتني وشجعتني لحتى صرت نجمة مشهورة وعالمية، والأهم من هذا جدي اللي إله فضل علي وبقول له شكراً من كل قلبي. نورتوا حفلتي. أهلا وسهلا وبتشكركم على حضوركم. أبي أبي، شلون بتعمل هذا الشيء ببنتك؟ كيف بهون عليك؟ شوفي ملك، لحظة عمتي، قلي ليش هيك عملت؟ أبي لك مو حرام تعمل هذا الشي ببنتك؟ مو حرام؟ أنت ما بتحبني أبداً أبي. أنت بحياتك ما حبيتني. Karadağlar karşımda.